صباح الخير عليكم، صباح الصحة، صباح الجمال من قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم ولقاء متجدد معاكم من برنامجكم وبرنامجنا شباب لايف. من الصحة والجمال احنا في فقرة محببة جدا على قلوبنا كلنا أو على قلوب البعض، يعني الجمال. الجمال مهم بالنسبة لنا كلنا، للستات وللرجالة. من الصحة وجمال ومن فقرتنا النهاردة فقرة عن الفاشن، من يعني إلحاح كتير من أصدقائنا ومتابعينا على صفحتنا، صفحة الفيسبوك شباب لايف. للي يتابعنا طبعا يتواصل معانا، ولو ليكوا أي مقترحات احنا في استقبالها. قالوا لنا عايزين نعمل حاجة عن الفاشن، عن الجمال، عن العروض الأزياء وعن ملكات الجمال. فاحنا ما كانش عندنا أي خيار أو اختيار غير إن احنا يبقى ضيفنا النهاردة ملك المؤتمرات، ملك الندوات، ملك الصحة والجمال. معانا ضيفنا الراقي والفاضل وصديقي انا شخصي جدا، دكتور محمود حلمي. اهلا وسهلا بحضرتك وكل التوفيق للقناه والقائمين عليها. ميرسي ذوقك يا دكتور، اهلا بيك ومشرفنا في شباب لايف. ميرسي يا فندم، ده من ذوق حضرتك، تسلمي لي، شرف ليا. النهارده عشان بنتكلم بقى عن الجمال وعن عروض الازياء وعن الفاشن، فحابين حضرتك تكلمنا يعني ازاي بترتب للمؤتمرات، ازاي يعني الخطوات اللي احنا اللي حضرتك يعني بتخطوها لحد ما يبقى في مؤتمر عن ملكات الجمال. هو احنا مش ملكات الجمال وبس، احنا بنتعامل مع كل نقول المجالات المختلفه. ملكات الجمال ده احد الفروع بتاعه الايفنتات. احنا شاركنا في ايفنتات كتيره جدا، او كمنسق عامل ايفنتات كتيره بتختلف مجالاتها، حاجات سياحه، حاجات تنميه موارد بشريه، حاجات مكافحه الارهاب، حاجات عن الاعلام، حاجات عن ملكات الجمال، حاجات عن مطبخ خليجي. فكل المجالات انا اشتغلت فيها كمنسق عام. على فكره يعني منع المقاطعه، يعني كل المجالات اللي حضرتك شاركت فيها دي مكمله للجمال، يعني ما فيش جمال من غير كل المجالات اللي حضرتك طبعا ذكرتها. هو المجال حقيقي الجمال، ايا كان، جمال ابداع، ايوه، جمال اسلوب، جمال ان انت تخرجي ايفنت او مؤتمر يكون كويس، ده بصمات الجمال اللي احنا بنتكلم عليها، جمال ملكات جمال. واحنا بالمناسبه ملكات الجمال برضو احنا ما بناخدش الفيس بالظبط، انا كنت لسه اقول كده. لا لا لا، يعني الجمال مش شكل خارجي بس، لا لا خالص. في ناس بقى جمالها يعني متوسط او شبه ما فيش جمال اصلا، بس ليها قواعد واساسيات هي متوافق عليها عشان تبقى ملكه جمال. هي اول حاجه بتبقى جمال الروح. ايوه، احنا ممكن حد كده يخش كده تحسي راجل او ست ان هم عندهم كاريزما، عندهم قبول، اللي هي بالمعنى العادي اللي هي ليها طله. طب احنا بنسميها كاريزما احنا. انا حنان بقول ليها طله، لان فعلا المكان لما بتخشه لو ليك طله انت بتحتوي على كل اللي موجود حقيقة في المكان. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. طيب يعني طبعا دي معلومه واحنا بنقولها ويمكن مش جديده على الكل، ان الجمال مش جمال الشكل بس الخارجي، الجمال جمال الروح الداخلي، جمال اخلاقي، جمال. وبرده ما يمنعش ان لازم يكون في تنسيق او مهندمه يعني بالمعنى. هي طبعا طبعا ملكات الجمال ليهم معايير ومقاييس بتبقى مختلفه طبعا، في الوزن والطول واللباقه والثقافه والكلام ده كله. الوزن ده مشكله طبعا، ما نتكلمش عن الوزن يعني بشكل عام. الوزن في يمكن ده اللي بيبقى مقيد ملكات الجمال او اللي هم عروض الازياء عموما، ليهم ستايل معين، ليهم مقاييس ومعايير. لا، كان في ملك جمال بدينات، ده اتعمل في كذا مكان يعني، ده بيتعمل. وفي طبعا عشان برضو ما نضغطش نفسيا على فعلا لا لا الناس السمينة شوية. لا لا لا، موجود فعلا. ويعني دول برضو بيبقى من الناس، حتى تلاقيه دمهم خفيف ومرحين والكلام ده كله. لا ده موجود، ملك جمال بدينات ده موجود. لا المليانين فعلا شويه اغلبهم بيبقى دمهم خفيف جدا، دي حقيقه. وزي برضو البيض والسمر، السمر بيبقى اغلبهم دمهم دي خفيف فعلا جدا. دي حقيقه، ده حقيقي. دي حقيقه فعلا. طيب انه بقى يعني عروض يعني عملت معاك اعلى مشاهده، البدينات ولا المعتاد عليهم؟ لا انا ما اشتغلتش في البدينات. تمام، انا اشتغلت في ملكات الجمال في فتره، ملك جمال العرب فتره، وبعد كده بقيت انا مع ليدي فاشون، يختار ملك جمال الموضه.
طب رئيس منسق عام المعارضه. برضو منسق عام، للمهرجان؟ انا منسق عام، انا بخش كمنسق عام. وكان في حاجه قريب برضو اللي دي فتش خدمه الجمال موضه، ده بتاع دكتوره نرمين المصري. احنا ما سبناهوش يا فندم، احنا جينا وغطيناه، لا ما انا وطبعا مخرجنا الرائع هيعرضه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. ده كان في حاجه كويسه ان هو ابتدى يوصل لقصه العالميه، ان كان في دول في المتواجدات والكلام ده كله، كان في من المغرب، كان في اوكرانيا، كان في بيلاروسيا، مشاركات كان في من روسيا، دول عربية. مشاركات. وده برضو دي نقله كويسه. وبعدين الدوله بتشجع الايفنتات وبتشجع المؤتمرات، واحنا شفنا طبعا المؤتمر الكبير دي تبني رسائل يا السيسي، دكتور محمود، طبعا رسائل من الدولة دي حقيقه، تشجيعا كمان، دي لأن حقيقه. مصر أمنة، مصر ما فيهاش أي قلق ولا إرهاب. احنا كمان بننشط من ناحية السياحية، يعني أكيد المؤتمرات دي برضو عنصر هي من عناصر الاقتصاد. ليها دور جميل جدا زي ما حضرتك بتقولي. وإلا لو ما كانش ليها دور ما كانش الرئيس السيسي عمل كام مؤتمر الأخرانيين والشباب، وجاب شباب العالم كله هنا. هو دي فكرة نقول إحنا بنوري العالم، أما استضافهم الرئيس السيسي بيوري إحنا ما عندناش إرهاب، طبعا إحنا أهو، إحنا عندنا آثار مش موجودة على مستوى العالم كله. هي دي فعلا والله. يعتبر كمان الفاشن ده يعتبر آثار، لا بمعنى لا آثار مش مباشر، بمعنى ان احنا فعلا بناتنا البنات المصريات والمشاركات من الدول العربية برضو بيدوا رسالة ان احنا حتة المؤتمرات والأزياء ديت منطقة هي اقتصادية، بصي منطقة اقتصادية هي ليها دخل. منطقة اقتصادية، هي كل الايفنتات اللي بتمثل مصر دي حاجة اقتصادية، طبعا لأن بيبقى فيها، لو ده حاجة دولية بيبقى فيها الناس بتيجي، بيبقى فيها إقامات في فنادق، بيبقى فيها انتقالات، بيبقى فيها مزارات، بيبقى فيها الناس بتعرف إن إحنا مش زي ما الفكرة متاخدة إن إحنا ما بينزل في أحد الدول اللي يقولوا لهم بلاش النزول لمصر عشان في كذا. لا 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 لا، بالعكس، ما إحنا أهو إحنا كويسين جدا، عندنا بنضاهي العالمية، مصر ما هياش قليلة، طبعا طبعا خط أحمر تملي الناس كلها بتنبهر لما بتيجي مصر، اللي ما جاهاش قبل كده اول ما بيجي مصر بيبقى عايز يجي مره والتانيه ده والتالته والرابعه، حقيقي يعني. وده دخل قومي بدليل ان للبلد. حتى انا سمعت اكتر من حد في الايفنت ان بيقول لما بيجي مش بيقعد مدة المؤتمر دي بس، حقيقه، لا ده بيقعد مدة اطول. دي حقيقه. ليه؟ لان هو بيخش مثلا علشان يحضر مؤتمر او ايفنت او مهرجان، بيخش الاول خلاص هو حاجز 3 ايام، بيلاقي المده غير كافيه ان هو يستمتع بمصر، وخصوصا ان احنا الجو عندنا كويس، الناس طيبه، خدومه، جدا جدا الحاجات دي كلها بتدي عناصر كويسه للدخل القومي، بتساعد على الدخل القومي، بمناسبة بتخلي الدخل القومي، كنت عاوز أقول لحضرتك هل بيبقى في عبء عليك أنت كمنسق للمؤتمر من الناحية المادية ومن كل النواحي؟ بس هقول لحضرتك حاجه، في مؤتمرات او مهرجانات بتبص للناحيه الماديه فقط لا غير، وده قمه الخطا والخطوره. أيوة تمام، احنا النهارده اي ايفنت بقى سهل ان هو بيتنقل على القنوات الفضائيه والعالم كله بيشوفه، احنا اسم مصر ما يقدرش بمال. طبعا فلو احنا حطينا اسم مصر اللي ما بيقدرش بمال في البدايه، اعتقد ان احنا مش هتفرق معنا الماديات. يعني حضرتك لو جيت اخر ايفنت اتعمل بتاع ليدي فاشن اختار مجال جمال الموضه دوت، وصل لمرحله الناس كلها وبدون استثناء شكرت فيه. ده حقيقي، انا كنت موجودة انا فعلا. مش عشان انا منسق عام، لا، رئيس المهرجان بذلت مجهود جميل جدا جدا، يا دكتور نميل طب مصري. نتكلم يعني عن اخر ايفنت، وكان في قبليه برضو اللي هو هو ده السيزون الخامس. ده السيزون الخامس بتاعه، وكان في قبليه حاجه اسمها مواهب اونلاين، دي بتاعت مؤسسه ار اي، وبرضو كان ساعتها ساعه الكورونا والدنيا واقفه والناس ما بتنزلش تتفاعل، فعملوا حاجه اسمها مواهب اونلاين، وانا كنت المنسق العام بتاعه. طب ده كان ريسك يعني في دوشه الكورونا والمشكله، كان ريسك عليكم ولا ايه لا هو العقبات اللي قابلتكم بص يعني؟ هقول لحضرتك حاجه، هو مش ريسك لسبب واحد، لكن كان اونلاين، وكانت الفكره دي فكره الاستاذ رائد الشيمي والاستاذه رباب جوده والعميد حمدي صالح، عملوا الفكره وجابوا اكتر من 5000 موهبه. ما شاء الله. اما جينا نترجم ما قدرناش طبعا عشان احداث كورونا، وابتدوا يتفتح المجال شويه ان يبقى فيه لقاءات اتعمل، بس كان عدد قليل، وما شاء الله ده بنقول ان احنا ما بنقفش، مصر مش هتقف خالص لا طبعا، حتى مصر في ظل ولادة الازمه. في كل المجالات، مصر حتى لما بتتخطى أي حاجة بتتخطاها
بقوه دي لما حقيقة. بتشارك في اي حاجه بتشارك بشكلها المعروف. طب احنا مخرجنا طيب يعني يعرض معانا الحدث الاخير فاشن ونشوف ليدي فاشن مخرجنا الراقي، لو نشوف كده معانا نشوف مع بعض. الفيديو معانا اهو شغال. دكتور تحب تقول حاجه بقى مع اللقطات الرائعه دي؟ دي دكتورة تحياتنا نرمين طبعا مصري، لرئيسه المهرجان دكتورة دكتوره نرمين مصر نرمين رئيسة المصري، المهرجان، ومعاها خبيرة الموضة ايوه دكتورة منال الغزولي، تحياتنا للدكتوره منال الغزولي طبعا و الديزاينر برضو ومصمم خالد، الازياء مصمم الازياء خالد السويفي، خالد السويفي طبعا، الفنان ابو وحضر الليف، فنانين جمال في الفنان ابو اللقاء. الليف، ودي برضو تكريم، واعتقد ده الشو بتاع خالد السويفي، وكان فيه شو الدكتورة نرمين المصري، ده الشو بتاع الدكتورة منار الجازولي. دكتورة منار تحياتنا ليكي. فالحمد لله كان الكل على مستوى عالي جدا جدا جدا. طبعا فعلا كانت واجهة مشرفة فعلا. يعني الحمد لله العرض بتاعهم كان ما شاء الله، وكان التكريمات برضو الناس تستحق التكريمات، اذا كانوا من مجال الميديا او مجال الفاشونز او مجال الاخراج او مجال التنظيم، كل الناس دي كان يعني كان لازم نكرمها. هي كلها منظومة متكاملة منظومة دكتور متكاملة. محمود فعلا. فطبعا ما شاء الله الواحد بيتمنى ان احنا يعني نطلع ونطلع يا رب ان شاء عشان الله مصر مزيد ان من شاء الله. النجاح، بما انه السيزون الخامس يبقى ما شاء الله عليكم انتوا عاملين بقى أرضية حلوة يعني. هو الحمد لله هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، طول ما احنا صادقين وفريق العمل كله دي أهم بيتعامل حاجة. بلفظ كلمة واحدة احنا، وبنشيل كلمة انا. روح الجماعة اللي أنا بنادي بيها طول عمري يا جماعة، بقول حتى في شباب لايف أنا بقول روح الجماعة، محدش ينفع يتكلم بشخصه، دي حقيقة، روح الفريق هي اللي بتبقى يعني سبب في نجاح أي كيان أو ودي مؤسسة. حقيقة فعلا، دي حقيقة، لأن الكيان لما بيبقى في تعاون بيبقى في نجاح، طبعا لكن لو طبعا كل واحد قال أنا أكيد الكل هيفشل في الآخر، لأن الأنانية طبعا لكن طبعا إحنا الحمد بتسقط كل لله نجاح. أول ما ابتدينا العمل بتاع الإيفنتات بصفة عامة إحنا فريق متكامل، فريق كله بنشتغل مع بعض في كل حاجة، ما عندناش حد أعلى من حد، بنقعد نتكلم مع بعض. رئيس المهرجان وانا ومدير المهرجان طبعا كان الاستاذ محمد خليل، كان اخر دوره كان فيها الاستاذ محمد خليل هو اللي ماسك مدير المهرجان، قبليها كان في حد قبليه برضو. طبعا الناس دي كلها فريق كامل يعني. فريق كامل، كان قبليها الاستاذ منتصر والاستاذ هند سعيد. كل سيزون بنحط حد يبقى يضيف شرب الموضوع يضيف بحيث ان هو يفيد برضو في اللي جاي اكتر، وممكن يعمل حاجه لوحده بعد كده واحنا في بندعمه اللي جاي بنوفر بقى، في انا اللي جاي. هاخد من كلامك في اللي جاي. في اللي ايه جاي اللي جاي بقى الجديد ليدي فاشن؟ والله ان شاء الله احنا احنا برضو لسه يعني من يومين احنا بس احنا لسه بنحب نشوف النجاحات كتيرة يعني. احنا برضو بنعمل اجتماعات دورية نشوف ايه الجديد اللي احنا عايزين نعمله، ايه الاضافة اللي عايزين نعملها، وخصوصا ان حضرتك النجاح كل ما بتنجحي بيبقى العبء طبعا بيكبر، طبعا بيبقى اصعب. الغلطة محسوبة ايوه عليكي، ايوه بنبقى قاعدين لو حصلت حاجة صغيرة تلاقينا كلنا، طبعا طبعا بس الحمد لله بقينا نفهم بعض بالنظرة ايه اللي احنا عايزين نعمله، ايه الصح ايه الغلط، بنحاول ان احنا نوصل لحاجة مشرفة، لان ده مش اسم ليدي فاشون او اسم قنوات فضائية او اسم حاجة زي ديت، لا لا كله ده تحت اسم مصر سوق طبعا مصر. طبعا. حتى احنا ما بنيجي ناخد البنات بنبقى بنقول احنا بناتنا خط احمر، لان ده الخط حقيقي. احمر هنا انا حضرت مع حضرتك 2 سيزون، فدكتور محمود بصراحه كان يعني محوط بالمعنى كده، محوط على البنات، كان كل ما بيتحرك في مكان يعني هو الليدر بتاعنا، كان بيقودنا يقول يا جماعه اقعدوا هنا اقعدوا هنا، كان محافظ بشكل غير عادي بامانه، دي يعني تسلمي يا انا رب. اقولها على البنات المشاركات في المسابقه فعلا هما اخواتنا طبعا طبعا واولادنا يعني، على ان السيزون الاخير الخامس دوت كان كلهم شباب في ال 19 و22. لا كان عندنا اصغر واحده كانت 18 تمام، لان احنا ما بنقلش عن 18، ايوه والباقيين حاجه و20، تمام. بس القصه ان احنا بنحاول نخليهم يبقى عندهم الثقه. ايوه البنات ما شاء الله لا ما شاء الله ما شفتهم شاء الله، وكان طبعا ثبات انفعالي ثقافة ما شاء الله يعني. هو طبعا كان في عامل كبير جدا للمخرج حاتم الصفتي، ان هو كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يعلمهم كل حاجه صح، اللي ادت لهم
البوش الجامد او الدفع في الثبات الانفعالي كانت الدكتوره نرمين المصري، كان فريق العمل دكتوره نرمين المصري. لو قلنا نرمين المصري فهي برضو بتبقى، انا بحس انا حضرت معاكم كذا اوديشن قبل العرض يعني، لا لا بحس انها يعني ام ودول اولادها فعلا بتتكلم حتى، لا احمل كده ما بتسيبش ثغره صغيره تعدي، ما بتسيبش هفوه فعلا. دي حقيقه. تحياتي ليك يا دكتور نرمين صديقتي الغاليه طبعا. وطبعا ما بنساش ان كان فريق العمل كان الاستاذ رباب جوده، كان الاستاذ رائد الشيمي، كان في لقاءات معانا مخرجنا ممكن نعرضها ولا لقاءات معايا انا شخصيا دلوقتي؟ لا طب نتكلم عن الشركات وعن اللقاءات. وكان معانا برضو العميد برضو حمدي صالح، ده كان فريق العمل المتواجد. طبعا كان في المنصه نفسها، المنصه كانت راقيه جدا، كانت على اعلى كانت مستوى بصراحه. دكتوره حياه عبدون طبعا، صح انا اقول لك اغششك. كان في دكتوره حياه عبدون، وكانت سناء الشريف الشريف أيوة. وكانت الفنانه منال عبد اللطيف، و جايبين برضو الفاشنز ذات نفسه. طبعا دكتورة نرمين مصري كانت على المنصة وأنا كنت على المنصة، وطبعا دكتورة منال الجازولي، و تحياتنا للمنصة كلها والأستاذ خالد السويفي. السيزون الخامس فعلا كانت منصة مشرفة، والحمد لله يعني عارفة احنا عندنا نقول وضوح وشفافية، هو ده هو ده سبب النجاح في وسط المنصة طبعا. وفي كمان الحمد لله بنحمد ربنا ان احنا يمكن ايه بنعمل حاجة كويسة، البنات اللي هي ما حالفهاش الحظ اديناها تايتل ومكملين معانا في الدوره الجايه، لان برضو طبعا كانوا كلهم مستوى متقارب. طبعا التقارب دوت خلاهم احنا بقينا وانا بجمع بلاقي درجات في الدرجات والنجاح ولا في الدرجات والنجاح تقييم يعني التقييم كان متقارب جدا جدا، لدرجه ان احنا مثلا ايه في واحده فرقه درجه درجتين الكلام ده كله. والحمد لله ان احنا يعني بنقول يا رب يوفقنا ويوفق الجميع ونبقى خدمنا المجتمع خدمنا بلدنا، لان بلدنا اكيد المجهود اللي احنا شايفينه ده كله خدمه للمجتمع تحت مسمى تحيا مصر. انا ما بشوفش فعلا ولا عارفه اسمي كل المجهود اللي انا شفته. احنا كان في تغطيه حصريه وتغطيه بتواجد غير عادي لشباب لايف في الايفنت الخامس لليدي فاشن، فبامانه ودي رساله لازم توصل، كان اللقاء اكتر من رائع، كان راقي جدا، كان في تنظيم يعني، كان في شركة تنظيم طبعا هي اللي قايمة على الإيفنت. لا احنا اللي قمنا بالحدث كله ما شاء الله عليك. احنا بنحاول يبقى عندنا الخبرة في كل حاجة. كان فريق التنظيم اللي أنا قلت لحضرتك عليه، كان الأسامي اللي أنا قلتها اللي فاتت كلها كان ده فريق التنظيم بتاعنا. شكر ليهم كلهم طبعا. بشكرهم طبعا. أي حد شارك في هذا العمل أكيد بيضيف للي بعده، بيضيف أكيد. للي بعده كلهم أكيد. إضافة، وهي فعلا منظومة واحدة، منظومة الجمال من الصحة والجمال ومن شباب لايف ومع دكتور محمود حلمي. بجد كان لقاء ممتع، انت يعني حضرتك صديقي الراقي، شرف ليا انا كمان. كل النجاح والتوفيق للقناة والبرنامج بتاع حضرتك، وان شاء الله قريب يكون في حاجة كويسة وكونوا معانا على طول. احنا معاك على طول قلبا وقالبا، احنا معاك. اسلمي، ربنا يبارك لك. بشكرك دكتور محمود حلمي المنسق للمؤتمرات والايفنتات، ولينا لقاءات تانية طبعا، وكل جديد في ليدي فاشن احنا معاك او غير ليدي فاشن ان شاء الله. ازي حال ربنا، تسلمي ان شاء الله. ميرسي لحضرتك، ولقاء ممتع جدا على قلبي يعني. تسلمي لي، ربنا يبارك لحضرتك ويوفقكم جميعا لخدمه بلدنا ان شاء الله. شكرا. فقرتنا فقرة الصحة والجمال من قناة الصحة والجمال وشباب لايف. أنا بشكر ضيفي العزيز دكتور محمود حلمي، وتحياتي وتمنياتي للفريق الكاست كله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، وانتظروا كل ما هو جديد في مجال الفاشن. انتظرونا في فقرة جديدة اللي جاية إن شاء الله.